هاخد حضراتكم بعيد عن الدوري شويه، هنرجع له تاني طبعا، بس هنبعد شويه عن الدوري ونروح لاهم مباراه للاهلي في الفتره اللي جايه، يمكن تكون اهم مباراه في الموسم كله، المباراه اللي هتجمعه طبعا بكايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائي دوري الابطال. بالتاكيد الاهلي طبيعي انه يوصل للمرحله دي، هو دايما الاهلي هو المرشح الاول وهو بالتاكيد حامل اللقب، فوجوده في المباراه النهائيه امر كان متوقع، لكن يمكن يكون مفاجاه البطوله الحقيقه وصول كايزر تشيفز للمباراه النهائيه. هيكون معانا من خلال فيديو كونفرنس الايطالي جوفاني سولانيس مدرب المدير الفني السابق لفريق كايزر تشيفز، هنتكلم معاه طبعا عن مباراه الاهلي وكايزر تشيفز، وهنتكلم معاه كمان على فرص ايطاليا في عبور بكره، عندنا مواجهه ناريه طبعا في قبل النهائي يورو 2020 هتجمع ايطاليا واسبانيا. بدايه طبعا اهلا بيك على شاشه النادي الاهلي، وبشكرك طبعا على وجودك معانا في السادسه. شكرا لكم. شكرا لكم على استضافتي على قناة الأهلي. فخر لي الزور على قناة الأهلي، أعظم نادي في أفريقيا وصاحب أكبر قاعدة جماهيرية كبيرة. نادي الأهلي الذي رئيسه محمود الخطيب كابتن بيبو، الرئيس الذي قد فاز ببطولة أفريقيا كلاعب وكرئيس للنادي، وهذا شيء لن يحدث كثير في أفريقيا. شكرا لكم على السماح لي بهذه الفرصة.